عصير مانجا بطريقة مختلفة، حنضيف له حبة حاجات كده، هتخلي طعمه رهيب، قوامه كريمي وتقيل وغني جدا. يلا نشوف طريقة تحضيره. عندي 4 حبات من المانجا، هغسلهم كويس وهطلع اللب بتاعه، هقطعهم وطلع اللب بتاعه. ممكن كان استعمل مانجا مجمدة، بس المانجا الفريش أكيد أحسن بكتير. هنقطع اللب لقطع صغيرة عشان احنا عايزين نخلطها في الخلاطة. بعد كده هننزلها في الخلاطة، نضيف لها 1/2 كوباية صغيرة من الموية بس عشان تتخلط معانا بسهولة، احنا عايزين مانجا صافية. بعد كده هضيف تلج، كمية كتيرة كده مناسبة عشان يطلع معانا بارد، وحاضيف العصير بتاع المانجا اللي خلطناه. بعد كده نشوف الإضافات اللي احنا عملناها. هأنزل ب4 علب من الحليب المبخر. الحليب المبخر بيدي طعم لذيذ وقوام تقيل كده للعصير. 4 علب صغيرة. وبعد كده هضيف علبة من الحليب المكثف المحلى، علبة كاملة عشان تطعم لنا العصير بتاعنا. هديهم تقليبة كده مع بعض بسيطة كده، شايفين قوامه، قوام العصير تقيل. بعد كده هنضيف آخر إضافة، 4 ملاعق من آيس كريم الفانيليا، هيودي طعم العصير ده لحتة تانية. وبس كده نخلط العصير مع بعض ونقدمه. كان ممكن نعمل عصير عادي بتاع مانجا بحليب وسكر، بس المانجا بالطريقة دي لذيذة جدا وغنية جدا. جربوه هيعجبكم إن شاء الله. مع السلامة، في أمان الله.